اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليله صافيه رائعه. جو كوره جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان اللاعبين ساسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. اوف يا الهي على هذه الاجواء الجميله. منتظر كره قدم ممتعه. ننتظر اداء اللاعبين اقدام اللاعبين. كريستيانو رونالدو روبرتسون ميسي كريستيانو رونالدو ميسي يحاول تمرير كريم بنزيما. كرة في الشباك. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول هداف بالفطرة روعة أقدامه وجمال كراته. هدف جميل جدا. كريستيانو رونالدو يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. تصرف بشكل جيد. نجح في بعض فرصة للتسديد. الله يا ولد. هدف غير عادي. هدف لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة. يواصلون المباراة بعد أن تعاد الفريقان. هنا تظهر لك الشخصية وتظهر ردة فعل السريعة من الفريق بتسجيل هدف التعادل سريعا بعد التأخر في النتيجة. ميسي كرة إلى الأمام. كريم بنزيما نقل كرة إلى الأمام. فرصة خطيرة جدا. يندفع بكريستيانو رونالدو يبحث عن المهاجم. أندريس إنييستا بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. الكرة ملعوبة من مسافة. الآن إمكانية المرتدة. كيسي فرصة خطيرة يلعبها لمنطقة الخطر. كريستيانو رونالدو يحاول يسدد. ليونيل ميسي كرة إلى الأمام. كريم بنزيما محمد صلاح إمكان كريستيانو هدف لبرشلونة. استعادوا التقدم بأسلوب غير عادي بأسلوب رائع. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف. وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. ولديهم تقدم بهدف وحيد. كريستيانو رونالدو فرصة هجوم معاكس. ميسي يحصل عليها باتريك فييرا. رونالدو كرة ممتازة. فرصة للتسديد. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. سوء الحظ يلازمه في هذا اليوم. كريم بنزيما والكرة راية بعد ذلك وتسلل.
الخطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. غولو كانتي وصلت إليه. بافل نيدفيد يحاول أن يلعب كرة بينية. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. تسديدة من أول لمسة. الكرة إلى خارج المرمى. بافل نيدفيد. إنييستا. ليونيل ميسي. تغيير لاعب على الأجناب. محمد صلاح. عرضية من محمد صلاح. ميسي يسيطر على الكرة. كريم بنزيما. كريستيانو رونالدو. لمسة بينية. خسر المواجهة أمام خصمه. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يبعد الكرة عن المرمى. يمر إنييستا. مخالفة واضحة جدا. ركلة حرة يحتسبها الحكم. كريستيانو رونالدو. سيرخيو راموس على الطاير. ليس في هذه المرة. الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. كان في مكان خطير جدا أمام المرمى. الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. وفي هذه اللحظة صافرة حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. يستعيدها سيرخيو راموس. كريم بنزيما. كيسي. كريستيانو رونالدو يلعب كرة بينية. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. كريستيانو رونالدو لا يمكن إهدارها. إنييستا. باتريك فييرا يلعبها للجانب. إنييستا. ينطلق إلى الأمام بسرعة. كريم بنزيما. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. رونالدو. ليونيل ميسي. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. كريم بنزيما. يتدخل بنجاح يحصل على الكرة.
رونالدو. منافسة قوية جدا جسديا بين اللاعبين. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. مرت ليونيل ميسي. غولو كانتي. كرة طولية إلى الأمام. رونالدو. ضغط قوي وينجح في استعادتها. ليونيل ميسي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كريستيانو تلعب كرة جميلة. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. برشلونة يبحث عن حل من دكة البدلاء. يتقدمون بفارق هدفين الآن. أكيد بهذا الهدف الأمور تتغير. فريق يفقد الأمل وفريق يبدأ في الشعور بالراحة والسيطرة على الأجواء. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. إمكانية مرتدة الآن. رونالدو. كيسيب يمر ويلعب كرة بينية. ينجح في لعب كرة عرضية. رمية جانبية. وهذه رمية جانبية. تدخل سريع وإبعاد الكرة إلى ركنية. يبعد الكرة إلى بر الأمام. لمسة بينية. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. برشلونة يقوم بتغييرات بالجملة هنا. سيستبدل في هذه الأثناء. انظروا الآن إلى ردة الفعل من الجماهير. انظروا إلى كمية التصفيق والوقوف تحية لهذا النجم الكبير. يا لها من لحظة تؤكد على قيمة هذا النجم وكمية الانفراد أمام حارس المرمى. لوكاكو. يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم. ينجحون في إضافة هدف. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منها. يسيطرون على المباراة واتسع الفارق إلى 3 أهداف. كل شيء في مصلحتهم اليوم. يفقد توازن كانتي. اللاعب لعبة جميلة تزيد أجمل. كان في أفضل مكان للتسجيل هذه الكرة. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفل عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. ينطلق بمجهود فردي. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. اندفاع كبير جدا في اللحظة الماضية. برشلونة وفرصة من علامة الجزاء. عليه بعض الضغوط بدون أدنى شك، لكن فرصة مهمة جدا بالنسبة له من أجل أن يضع اسمه في لائحة الهدافين. يمكنهم الارتياح الآن. سجل الهدف ووسع الفارق. سجلها ببراعة من نقطة الجزاء. أظن أنه كان هادئ الأعصاب بثقة كبيرة يتمكن من تسجيل الكرة. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. يحاول تمريرها من بين المدافعين.
باتريك فييرا، ميسي، كرة من جهة اليمين. اعتراض في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. ليونيل ميسي، حارس يقدم مباراة كبيرة، ينجح في إبعاد الكرات الخطيرة في مباراة اليوم. لوكاكو